بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم. يوم جديد ولقاء جدا برنامجكم ساعة صبحية، صباح الخير والبركة والسعادة والمحبة وكل شيء جميل يرضي ربنا سبحانه وتعالى في المقام الأول ثم يرضي حضراتكم جميعا. بالتأكيد النهاردة يومنا مليان بالفقرات والموضوعات المختلفة والأخبار أيضا، لكن قبل ما نعرف إيه اللي عندنا بالتفصيل خلوني أرحب بزميلتي دينا الهاني اللي بتشاركني في تقديم البرنامج كل يوم أربعة. برحب بك يا دينا وتحياتي لك. برحب بك يا عاصم، صباح الخير عليك وصباح الخير على كل السادة المشاهدين اللي بيشوفونا في كل مكان، ويا رب تكون ساعة تفاؤل ساعة أمل بالنسبة لحضراتكم بكل الفقرات اللي هنقدمها لكم النهاردة. الحقيقة يمكن برغم كل الظروف برغم كل التحديات على مدار 3 شهور، الحقيقة وصلت الكورونا لكل دول العالم مش بس مصر، برغم ان في كمان ملفات مهمة جدا زي الأمن القومي زي حدود مصر الغربية وليبيا، ياما ملفات وياما أزمات كتير مرت بيها مصر. الحقيقة الكورونا مش أول أزمة ممكن تمر علينا، إنما لو نتذكر هنلاقي في كهرباء وفي مية وفي حاجات كتيرة جدا، والحمد لله إحنا بتكاتفنا مع بعض بنعدي الأزمة دي. ولكن في حاجة الحقيقة يمكن أنا بشوفها الفترة دي وهي استثمار الأزمة. يعني إيه ممكن نستغل أو نتاجر في روح؟ وهو ده يمكن اللي بدأنا نشوفه. يمكن الدولة لما لاحظت إنه ممكن يبتدي استغلال السلع الغذائية وجه الدواء بقوة من أول القوات المسلحة لأبناء الداخلية إلى طبعا وزارة الزراعة اللي شفنا مجهوداتها العظيمة وتوفير السلع، وخلى ده يمكن قفل كل الأبواب على كل التجار الجشعين. ولكن بيحضرني موقف يمكن عايزة أحكي لكم لحضراتكم، وهو سيدة بسيطة دخلت الصيدلية تشتري كمامة، فبتقول له بكام؟ قال لها ب7 جنيه. ولو حضرتك عايزة الكمامة لازم علبة، ما ينفعش غير علبة، 120 كمامة. قلت له طبعا ما ينفعش، ومع الجدال ومع الحوار رفض تماما الصيدلي ان هو يبيع لها كمامه واحده. قلت له هطلب الشرطه، قال لها اعمل اللي انت عايزاه. طلبت الشرطه الحقيقه، ومع وصول الشرطه امام الصيدليه راح الصيدلي على طول مغير النبره وقال لها عايزه انهي كمامه يا فندم، والكمامه ب2 جنيه مش ب7 جنيه. ليه بنستنى لما الشرطه ولما نادي الدوله عشان تنقذنا وعشان تساعدنا؟ ليه احنا من انفسنا ما نرعيش ربنا الكمامه اللي ممكن تكون بتنقذ روح؟ ليه بيبقى في غياب للضمير؟ ليه بيبقى في تجاره في روح ممكن ربنا سبحانه وتعالى يحاسبنا عليها؟ ليه ما تحطش نفسك واولادك واسرتك كلهم في هذا الموقف؟ ده طبعا بياخدنا دينا للمنطق الغريب اللي للاسف بينتشر من قبل البعض ضعاف النفوس، وهو استغلال الظروف الحاليه. قد ايه وزاره الداخليه والاجهزه المعنيه تم من خلالهم ضبط العديد من مصانع اللي تحت بير السلم اللي بتنتج كمامات؟ قد ايه الكثير من شركات الادويه ومستحضرات التجميل والمستحضرات الطبيه اللي استغلوا الموقف وزودوا سعر الكحوليات والمواد اللي احنا بنستخدمها في التطهير؟ طيب هل ده وقت يعني ان كل واحد يزود في السلعه بتاعته، ولا نعمل المفروض زي الكثير من دول العالم المتحضره اللي هي كل واحد بقدم يد العون بشكل كبير جدا عشان نعدي من هذه الازمه؟ احنا عملنا كده واحسن على فكره، ومصر بفضل ربنا سبحانه وتعالى عفوا من افضل دول العالم اللي وقفت جنب الشعب بتاعها، واكتر دوله الحكومه قدمت تسهيلات وقدمت اجراءات وقدمت خدمات في المقام الاول الحفاظ، ده هدفها الحفاظ على صحه المواطن. لكن للاسف ناس كتير جدا ضعاف النفوس والتجار الجشعين والناس اللي هي المسؤوله عن هذه الامور المتعلقه بمستحضرات الطبيه او مستحضرات الوقائيه بيستغلوا الظروف والموقف. مهما كانت القوانين ومهما كانت الاجهزه الرادعه، ده طبعا ما يغنيش في المقام الاول عن الرقابه الرئيسيه بعد رقابه ربنا سبحانه وتعالى، هي رقابه الضمير. ليه ما يكونش في ضمير في كل واحد قادر ان هو يصنع كمامات بسعر زهيد؟ علبه الكمامات كانت قبل موضوع كورونا ده كان فيها 50 واحده ما بتعديش ال 50 جنيه. تخيلوا حضراتكم دلوقتي باقل علبه كمامات ب170 وب180، وقص على ذلك المواد المطهره وغيرها. طب هل احنا في الظروف تستحمل ده؟ اذا كان دلوقتي الكمامه اصبحت عبء على الاسره وتحديدا الاسر البسيطه، يعني ده بند تاني اضاف لبند الطعام، بند الايجار، بند الكهرباء، لبند الميه، فده زول العبء. عشان كده انا بناشد مش بس الدوله قدمت الكثير من المجهودات ومنتظرين الاكثر، ولكن في عندنا حاجه اسمها مؤسسات المجتمع المدني، ويمكن انا اتكلمت مع حضراتكم في الموضوع ده قبل كده. عندنا رجال اعمال وطنيين، ده جه دوركم عشان تثبتوا فعلا ان انتوا بتحبوا البلد دي وبتحبوا ناسها، تدخلوا قدموا يد العون.
انتجوا انتوا المستلزمات الطبيه دي وخدوا فيها ربح بس بسيط، على الاقل بتدخلكم الايجابي ده هتقضوا على جشع التجار وهتجبروا الناس، وده اللي عملته الحقيقه القوات المسلحه المصريه اللي احنا بنرفع لها القبعه، اللي دشنت وضخت العديد من المواد المطهره باسعار زهيده دون ادنى ربح والكمامات، لكن برضو مهما كانت الامور عمرها يعني نقدر نقول ما تصل ل 100 مليون. عشان كده احنا بنقول كل الناس تتكاتف وكل الناس ان يكون عندها بس حس وطني في المقام الاول، لان الازمه دي مش على حضرتك بس او على جارك، لا الازمه على كل المصريين. عشان كده اتمنى مش بس كل الاجهزه ولكن كافه الشعب وكافه رجال الاعمال الوطنيين والاجهزه المعنيه ومؤسسات المجتمع المدني يتكاتفوا حتى نخلق من هذه يعني الازمه وهذه المحنه على خير. اتمنى رب التوفيق. وما شربتش من الهديه اغنيتنا، هنسمعها ونرجع نكمل مع حضرتك.